السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتي ومناشدتي إلى الحبيب القائد السيد مقتدى بن محمد محمد صادق الصدر. سيدنا، أنا قبل 4 أيام دعيت في مهرجان، كان عنوان المهرجان هو ذكرى شهادة السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه الطاهرين. فمن وصلت المهرجان اتضح لي أنه المهرجان تابع لأحد الجهات، فقررت أنسحب حفاظا على وضعي وعلى اسمي، لأن ما أريد أدخل في مطبات، وسابقا إحنا داخلين فما أريد أدوخ بالي، فسحبت نفسي. وأنا راجع على السيارة أكو شيء موجود كان بالمهرجان، إجاني قسم عليه بمحمد الصدر، قال لي هذا المهرجان مو الواحد، إحنا مسوينه للسيد، وإحنا ما عدنا قارئ غيرك يعني يبقى ويانا يقرب المهرجان. فأنا بقيت لأجل السيد يا مولاي، بقيت لأجل السيد وتم المهرجان وقرأت، والمهرجان طلع بأحسن صورة والعالم بكت. فبعد ما انسحبت من المهرجان فتحت تليفوني، لقيت كمية الرسائل اللي جايتني فتشي مو طبيعي، يعني أهل بصفحة يسألون علي، محبيني، الناس اللي تهدد، الناس اللي 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 اللي, اللي تغلط. فظليت محتار شنو اللي أسويه، أنا شنو اللي مسويه، يعني ظليت دايخ أريد أعرف شنو اللي مسويه، ما أدري يعني كل ذنبي لأن قرأت للسيد محمد الصدر. فعاد من فتحت الرسائل شفت أنه أكو مقطع ناشرينه بالمهرجان، والعالم بادية تشتم وتهديد، وجتني رسائل على تليفوني تهديد، وأبوي انسب سيدنا، أم انسبت، أهلي انسبوا، أنا ما أعرف وين أروح. بعدين أنا ما أخذ عهد على نفسي أي واحد يخابرني مهرجان للسيد الشهيد أنا أروح أقرأ. سيد، أنا ما سويت شيء معيب، أنا ما سويت شيء يعني مو زين، كل ذنب الآن قرأت للسيد. سيدنا، مختصر الكلام موضوعي وهذا الموضوع حصرا يمك، أنا صار لي 4 أيام ما شايف عائلتي، أنا بصفحة وعائلتي بصفحة، عائلتي اتوقع أنا عائلتي أفتح كاميرا حتى أشوف أطفالي. سيدنا، منو يقبل؟ الله يقبلها يعني؟ تقبلها سيد هذا اللي الظلم اللي جاي يصير؟ أنا تهددت وأنا انظلمت، وكل ذنبي لأن قريت لأبوك. سيدنا، الموضوع حصرا يمك، أنت تنضرب قضيتي وأنت ترد لي رد اعتبار، وبقت يمك يا سيدنا، لأن أنت ما ينظلم عندك أحد، أنت ما تقبل بالظليمة لأنك إنسان عراقي وتحس بينه.